صراحة بمناسبة شهر رمضان أبواب مفتوحة، وهي عبارة عن يعني رواق خاص بالكتب، كتب متنوعة دينية وأخرى ثقافية، وأيضا وثائق الحركة كالرؤية الفنية والرؤية التربوية والرؤية الدعوية. إذا فحركة التحرير والإصلاح كما هو معروف على الصعيد الوطني حركة وطنية أولا، حركة دعوية تعنى يعني أساسا بال يعني بالمجال الديني الدعوي والثقافي أيضا، وهي حركة اللي تعتبر من بين الحركات الرائدة بالمغرب، وتجربة يعني تجربة صاعدة في المجال الدعوي. شكرا. We'll be right back.